اخترت IUM لان هي اساسا the best we have in Kuwait. وغير هذا الإدوكيشن إتسلف اللي خلاني أطور من شخصيتي في IUM هو الالتزام والانضباط، وأن أكون حدي on time as a person وقدر شيء اسمه وقت، ولازم يكون كل شغلي يكون perfect. فهذا أثر يعني حتى بيئة عملي. أن أنا شاركت في accounting club وايد ساعدني وطورني. الجامعة هيئتني من ناحية أنه شون هو يقدر يعني يكون حريص على شغله وعلى عمله. شلون يدو يور اون ريسيرش، يعني لما انت تروح حين وظيفه ما راح يعلمونك كل شيء، في امور لازم تتعلمها من نفسك. فايوم يعني خلتنا فينا هالخصله ان وي سيرش وي دو اور اون سيرش، احنا نتعلم من نفسنا.